الدور التكوينية السادة والسيدة المبتلي الجمعية الكتاب الجنود السادة الحاضرين والحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لي أن أرحبكم بهذه الدورة التكوينية الثانية حول إعداد المسائل التي تندرج في إطار مفهوم الاتحاد للرفع من قدرات الجمعيات الأعضاء من أجل تعزيز حضورها في المشهد الجمعوي وتقوية منهاج عملها لتحسين مستوى الخدمات والأنشطة التي تقدمها الساكن المحلية. أيها السادة الكرام، إن المشهد المجتمع المدني، ببلادنا قد شهد تحولا متعددا كلها نحو تنحو منحا إيجابيا حيث توجد بالمقتضيات الدستورية التي عززت من آفاق اشتغال المجتمع المدني وعطرت وسائل عمله ووفرت الحماية القانونية والتنظيمية لنشطائه، وذلك لتبع المبدأ الديمقراطية التشاركية التي تمثل هيئات المجتمع المدني بمبادرتها واقتراحاتها وأفكارها رافدا رئيسيا لهذا النهج والمسار الذي يمثل طموحا وطنيا يمثل صاحب الجلالة محمد السادس رحمه الله، أول من يشتغل ليل نهار على العمل من أجل تحقيق أيها السادة الأفاضل، لقد عملت أسس وقواعد الشراكة مع الجمعية من خلال مذكرة وزير الأمور الأندال، وتعزز هذا المسار بالحوار الوطني مع المجتمع المدني بإحداث مسارات خاصة من عرقام البرلمان والمجتمع المدني، مع إرساء كل القطاعات الحكومية الآلية الشراكة مع المجتمع المدني من تخصيص برامج للدعم المشاريع الجمعية وبرامج تكون ترى كل القطاعات الحكومية. وعلى هذا الغرار، لقد نصت القوة التنظيمية للجامعات الرابعة الإشراك الجمعية التنمية المحلية ووضعت آلية الديمقراطية التشاركية، وركزت آخر متكلم وزير الداخلية على ضرورة عقلنة العلاقة بين الجامعات الترابية والجمعيات بما يمكن تأسيس الشراكة والتعاون بين الطرفين. أيها الإخوة، إن هذه التحولات كلها تتيح إمكانية وسائل أمام الجمعيات لتطوير عملها ومنهج اشتغالها وإشراء أكبر ما يمكن من المتطوعين. بالتالي الفكرة الآن أصبحت في ملعب الجمعيات، لم تعد في ملعب المؤسسات الحكومية أو الهيئات الترابية المتعلقة. ولا يمكن إنجاح هذا المسار ما لم تفعل الجمعيات على تقوية قدراتها أعضائها والعمل على الانتقال من مؤسسات تطوعية إلى تطوعية قوية وتتمركز حول الأعمال والأفكار أو التبعية كأشخاص. أيها الحضور الكريم، لقد شهدت بلدتنا الحبيبة جامعة الجود تقدما إيجابيا ملحوظا على المستويات المتعددة لا يمكن إنكاره، بل لا بد من التنويه بالسيد الرئيس الجامعة الترابية الأستاذ عبد الملك بازي الذي بذل مجهودات كبيرة من أجل تحقيق الإنجازات ونذكر أن الدور الجمعيات وهو تتبين هذا الرصيد والحفاظ على تطويره واقتراع ما يمكن تنجيزه من المسار التنموي. أيها الإخوة، لكل هذا تنعقد هذه الدورة التكوينية بالشراكة مع الجامعة الترابية تلفزيون، وكلنا أملا وتشعر بمسار العمل المجتمع المحلي إلى الأمام ليكون مساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة للجميع. ونرحب بالجميع ونرحب بأستاذنا الفاعل الجمعوي الحسن بكري في هذا اللقاء، راجي منكم التفاعل مع محاوره وتساؤل المشاركة وانتقال وتفعيل في ميدان، فألف مليون مرحبا والسلام عليكم ورحمة الله. وهذه المرة مع واحد من أبنائي المنطقة الزكاوية المعطاء السيد حسن بكري الذي تعرف منذ سنوات والذي هو معروف بمجهوداته في الميدان الجمعي لعقود لسنوات معقود. طبعا هذا الموضوع مهم جدا، اتمنى ان يجد الموضوع آذانا صاغية، واتمنى تطرح جميع الإشكاليات والمشاكل التي تصادفكم وتتصادم معكم في هذا الإطار مع الأستاذ بكري، فهو ابن منطقتنا وابن بلدتنا لديك معنا. وليس من السهل أن نجد السيد حسن بكري ونجد عنده الوقت لتعاطيه بميدان الجمعة ولكثرة التزاماته. وأخي دائما جمعياتي
احتجت لأنها لا تزال تنقصها الكثير والكثير. فليعلم الجميع أن هناك عدد من الجمعيات، فكاين واحد 16 ديال الجمعيات، يعني كاين 40 جمعية تقريبا، أو غتكون واحد 15 تقريبا ولا 14 إلا جبدت حتى الجمع العام ديالها. يعني هاد الشيء راه خص يتعالج، وخص الجمعيات تسير الوضعية الجديدة والقوانين الجديدة والأدوار الجديدة اللي عطاها المشرع والدستور. أتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.